السلام عليكم ومرحبا بكم في توتوريال جديد مع تركواز. معكم اليوم مريم، بغيت نوريكم كيفاش تصاوبوا بحال هاد لانو ديال السربت. كتزيني به السربيته ديالك، الالوان كتختاريهم على حساب الفراش ولا على حساب الدوق ديالك. كتحتاجي باش تصاوبي بحال هاد لانو الخيط جوج الالوان، كتحتاجي المقص، الكروشي، وليبرا، وواحد لانو هذا فيه تقريبا شي 2 سنتيم في الدياميتر ديالو. على بركه الله نبداو. بسم الله نبداو. غناخذو لانو ديالنا ديال البلاستيك، غادي نعمروه كاملو، الدائره كلها غادي نعمروها بدي ماي صغير. بسم الله، بحال هذه الطريقه هادي. هذه الاولى كان اتاشيو لو فيل في الدائره ديالنا ديال لانو وكنعمرو. في الحقيقه ما كنحسبش، كنعمر حتى كنحس بان هاد لانو ما بقاوش فيه، كيخص يكونوا هاد لي ماي صغير مزيرين بحال هكا، ما تخليوش هاد البلاستيك يبان. الخيط هذا باش كنبدا كنخدم عليه باش ما كيبقاش يبان بحال هكا. كتستمري حتى كتكملي، كتستمري بهذه الطريقه حتى كتكملي الدائره كلها مزيان، تكون مزيره بحال هكا كما كتشوفي. فهذا هنا من بعد ما كملت الدور ديالي غادي نسد هنا بين مايكولي منين بديت. بحال هكا غنبدا الدور الثاني، واحد غندير جوج سنيسلات، واحد الغرزة هنا فين بديت. جوج سنيسلات ما تنعتبرهمش، الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة. دونك هنا عندنا 3 بغيد، ولكن غنجمعوهم في الاخر مجموعين كاملين هكا. غندير 3 سنيسلات، غادي نرجع نضرب فين الاخرانيه ديال هاد المجموعه، هاد 3 ديال الغرزات الاخرانيه غادي نخدم معاها وحده اخرى. دونك هنا في الاخر كيتخدموا جوجات، ها واحد اللي تابعها نخدم فيها وحده ما مسدوداش، ولا ثوازيام بغيد ها هي، وغادي نسدهم مجموعين بحال هكا 3 سنيسلات. وغنعاود نفس الطريقه، الغرزه الاخرانيه نزيد حداها وحده اخرى، واحد جوج، دائما ما كنسدش، جوج ثلاثة ثلاثة، وندير 3 سنيسلات. كنستمر في هذه العمليه حتى نكمل اكثر من نصف دائره. نعطيك مثال، بحال هنا شحال عندنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12، دونك 12 ديال المجموعات ديال 3 هاد الغرزات. غديري 12 في هاد الدور، هادشي اللي غديري في هاد الدور، ونتلاقاو من بعد. من بعد ما كملت الدور ديالي هذا خرجوا لي فيه 16 ديال المجموعات. قطعت الخيط، كملت قطعت الخيط، غنأطاشي دابا الخيط الجديد اللون الاخر. غادي نجي لهاد لاسباس الاولاني، غنأطاشي لو فيل، غندير 3 جوج ديال السنيسلات، غندير واحد الغرزة، هادي هي الغرزة الاولى لا بروميير بغيد ما مسدوداش، الثانية ما مسدوداش، والثالثة حتى هي ما مسدوداش. غادي نجمعهم ثلاثة هم بحال هكا، غندير 3 السنيسلات، هاد 3 سنيسلات بغيت نصاوب بهم ان بيكو بحال هكا. نرجع الاولانية ندير فيها ماي كولي، وغادي نمشي للسباس اللي جاي، غندير فيه 3 ديال الغريزات مسدودين في واحد المرة بحال هكا، واحد جوج ثلاثة، غنسدهم بواحد المرة، وغندير 3 ديال السنيسلات باش ندير ان بيكو. كنرجع الاولانية كندير فيها ماي صغير،
كنمشي لاسباس اللي جاي كنخدم فيه ثلاثه ديال الغرزات ما مسدودينش حتى الاخر، وكنجمعهم فواحد المره بحال هكا ثلاثه ديال السنيسلات باش ندير بيكو. الا حسيتي بان الخيط رقيق جاوك لي بيكو صغيورين ممكن ديري خمسه د السنيسلات، كتستمري بحال هكا بهذه الطريقه باردون هادي ما خصهاش تسد، كتستمري بحال هكا في هاد لي زيسباس كلهم اللي جايين حتى تكملي وتلاقاو من بعد. من بعد ما كملت الدور الاخير ديالي درت الدريس، غادي ندير اون مايون لير في الاخر، غادي نقطع الخيط هنا كملت، بقى لي غير ندخل هاد الخيوط هادو اللي بقاو ليا هنا ندخلهم بالبرا ونتلاقاو باش نشوفوا النتيجه النهائيه. النتيجه النهائيه ديالنا هي هادي كما كتلاحظي الخيوط اللي كانوا بقاو دخلتهم، سهل في الاستعمال هاد لانو. غنوريك كيفاش كيتصوب، كتاخدي السريبيته ديالك كطويها بحال هكا كتهزيها هي من الوسط بحال هكا كتلبسي ليها هاد لانو بحال هكا كتحطيها بحال هكذا. هكا كتحطيها فوق الطبله مسربيه وكتعطي واحد المنظر زوين للسريبيته. كاينين موديلات اخرين بحال هاد الشكل هذا، هذا نفس الخدمه غير هنا في الدور الاخير ما درناش دوك لي بيكو، درنا غير سنيسلات وفوق منهم درنا نص غرزه. هذا بواحد اللون ممكن يكون بجوج الالوان بحال هكا. كاينين موديلات اخرين بحال هاد الشكل هذا نفس الخدمه غير الدور الاخير هنا ما درناش دوك لي بيكو درنا سنيسلات وعمرناهم بنص غرزه. هنا هاد لانو مخدوم بهذا الكوردون وهذا وهذه الصبره على جوج. كاين عاوتاني شكل اخر بحال هكا هادو فيهم هاد اللؤلؤات حتى هما مخدومين بالكوردون ومفينين بسقلي ارجونتي، هادو كيتعقدوا على السريبيته بحال هاد الشكل هذا. فوق الطبله بحال هكا وهادو كيبقاو خارجين هكا طايحين هكا فوق الطبله كيعطيو واحد المنظر زوين. تبعي معايا التوتوريال الجديد الا بغيتي تعرفي كيفاش تصوبي هاد الوريضه هادي بحال هكا رائعه. هاد الورده كتعجبني كتجي فوق الطبله غزاله. نتلاقاو في التوتوريال الجديد ان شاء الله.